مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم عملكم فيديو هيك شوي غريب. هذا الفيديو حياخذ مني وقت طويل جدا، يعني يمكن ياخذ مني 10 ل 15 يوم عشان أخلصه. ففي البداية بشكركم على متابعتكم للقناة. إذا بدكم تدعموني اعملوا سبسكرايب اللي موجودة هون تحت البطن الأحمر هذا، اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك وشير للحلقة. الموضوع اليوم شوي صحي، هنتكلم عن المناعة. الكل عم بعرف الآن في موضوع الكوفيد 19، عنا الكل عم بحكي إنه كيف بدنا نقوي مناعتنا. أنا حابب أبدأ أحكي لكم إنه المناعة هي عبارة عن ما تفعله اليوم لترى مستقبله بعد شهر شهرين ثلاثة. فلا تتوقع إنك اليوم أنت شربت شوية زنجبيل وليمون معناها مناعتك خلص طول العمر. رح هي عبارة عن استمرار في الحياة، إشي بتسويه من اليوم وبكرة وبعده وبعده عشان بعد شهر شهرين تطلع النتائج. وجهاز المناعة عنا بيعتمد كتير 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 على الأمعاء، يعني معظم مناعة الجسم تخرج من الأمعاء. الأمعاء هاي هي اللي بتسوي بكتيريا صالحة، تعمل تخمير لشغلات في الجسم، للأكل، لبواقي الأكل، وبتؤدي إلى إنتاج أو تقوية جهاز المناعة. كنا بنعرف هذا الموضوع، هذا الموضوع طبي وموثق يعني ومعروف. اليوم بدي أجيب لكم شيء مهم جدا جدا لتقوية المناعة. ما بحكي لكم هو الشيء الوحيد، في كتير أشياء بتقوي مناعتكم، الفيتامينات، المعادن، الزنك، الأكل، الخضروات، الأكل، النظام الصحي الصحيح، الرياضة، كل هاي الأمور، عدم التدخين، عدم شرب الكحول، كل هاي الأمور بتؤدي إلى تقوية المناعة. النوم الصحيح، الاستيقاظ المبكر، يعني أمور كثيرة. لكن إذا بدنا نيجي نحكي عن الأكل، فأهم شيء اللي هو إنك تدخل بروبيوتيك. بروبيوتيك اللي هي مواد بتكون فيها بكتيريا صالحة للجسم أو بكتيريا جيدة بتحاول إنها تساعد جهاز المناعة، وهذا أفضل 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 شيء لتقوية جهاز المناعة. اللي درسوا في روسيا أكيد أكيد بيعرفوا شو هو الكيفير. هذا عبارة عن مشروب، هذا مشروب لبن بس محطوط فيه بروبيوتيك. هذا مشهور كتير في الاتحاد السوفيتي السابق، اللي درس في الاتحاد السوفيتي السابق أو بروسيا أو بأوكرانيا أو بيلاروسيا، طاجكستان، وريفر، بيعرف هذا المنتج. هذا المنتج عندهم يمكن مشهور أكثر من المنتجات العادية. اللي عندنا في بلادنا العيران أو الشنينة برضو هذا المنتج فيه كتير بروبيوتيك. بس كلمة كفير، أنا ليش اليوم بدي أحكي عن هذا الموضوع؟ كلمة كفير هذه الكلمة اللي حنحكي عنها اليوم. اليوم حنتكلم عن الكفير المائي. هذا الكفير اللي موجود هون كفير من اللبن، يعني موجودة هاي البكتيريا تبعت الكفير موجودة في اللبن، تشربها بتقوي جهاز المناعة. لكن هذا اللتر حوالي حقه 5-6 دولار. ليش بدي أكلف حالي؟ أنا بدي أعلمكم اليوم كيف نسوي إحنا كفير في الدار. أول إشي زي ما حكيت هذا الموضوع بأخذ وقت، لكن النتيجة رح تطلع ورح تضلك تستمر فيه. أول إشي بدنا نربي البكتيريا هاي. عشان تربي البكتيريا هاي وتصير البكتيريا تكبر بدك شغلة اسمها Water Kefir Grain. أنا شريت هذا من أمازون اسمه Happy Guts، يعني أول مرة بجربه بسمعت عنه كتير. هذا الجرينز، هذا نفس البكتيريا هاي، هذا بس عشان يعطيك البداية. فحورجيكم الآن شو بنسوي. طبعا الموضوع اللي حسويه الآن تحتاج إنك تسويه 4-5 مرات قبل ما تبدأ، وكل مرة بدها يومين. عشان هيك بقول لك تقريبا بده 10. فتحنا العلبة اللي بيجي فيها هاي البكتيريا زي ما انتوا شايفينها. اوكي، وهاي طريقة التخمير تبعتها. اوكي، طيب انا بدي ابدأ اول اشي اربي الجرين. بتجيب اي بطل، انا بفضل انه يكون ازاز غسلناه كويس. انا ماسح العلبة هون بس عشان هاي، وبنحط فيه الجرين هذا.
زي ما انتم شايفينه بكون دراي شويه. هذا المكان بدي اربي فيه البكتيريا هاي. طبعا كل مكان ما مسكتها اقل عشان ما تقتلها. اوكي سهل جدا. الان زي ما انتم شايفين في القاع موجوده هاي الجرين، بدي اربيها انا، هاي ما بتكفيني، بدي احط عليها سكر. سكر في جلوكوز وفي فركتوز مع بعض، بدي احط 3 ملاعق سكر. ما تفكروا انه هذا حلو كتير، لانك انت مش هتشرب هذه السكر في النهايه، هذه بس البكتيريا هاي حتاخذ هذا السكر تستخدمه في الاكل تبعها، هذا السكر للاكل. ما تحركه، هي حتستخدمه. هتستخدم ايضا مرتبان كبير او زجاجه كبير، هذا في المرحله الثانيه. بنحط مية مفلترة يا جماعة، أهم إشي. ليش؟ لأنه معظم المية اللي موجودة في الحنفية بتكون فيها كلور، فالكلور ممكن يقتل البكتيريا هاي. زي ما أنتم شايفين حطيت مية مفلترة. هذا ممكن يكفي، اللي أنت عملته هون يكفي لإنتاج الجرين، لكن أنا اكتشفت إنه التين المجفف، التين المجفف أول إشي، والتين والزيتون ذكر في القرآن، التين المجفف فيه فوائد كتير 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 مهمة، وهو سكر فركتوز ومهم جدا للبكتيريا هاي. هذه البكتيريا بتحب الفركتوز أكثر من الجلوكوز، فإذا حطيت مثلا 3-4 من التين المجفف، تقدر تحط أي فواكه، بس التين أنا شفته أكثر إشي بيعمل تفاعل مع هذه البكتيريا، او بيساعد هذه البكتيريا على النمو. انا بدي احط على السنه هيك 5، هاي 4، هاي الخامسه. اوكي ممكن تحط تمر، بس التين اكثر شيء انا شفته. وبتسكرها، مختصر سهل جدا، ولا بتحرك ولا بشيء. هاي بتخليها بالشتاء يومين جنب مكان دافئ، كل مكان مكان دافئ كل مكان احسن. وبالصيف 12 ساعة 18 ساعة بيكون الجرين هذا كويس. المرحلة الثانية بتصفي المية هاي، بتخلي الجرين جوا، بتحط مرة ثانية فيجز، وبتقدر تشرب المية هاي، بتقدر تكبها أول مرة، بيكون فيها بروبيوتكس بس خفيف جدا. لكن في المرة الخامسة راح نشوف، حورجيكم كل المراحل أنا. هيك هاي المرحلة الأولى، خليكم معنا عشان تشوفوا المرحلة الثانية بكرة، بعد بكرة إن شاء الله. بعد 48 ساعة رجعنا لكم. اليوم بدي أصفي اللي سويناه، ريحته كويسة. هذه مصفاية عادية، يعني أي مصفاية ممكن تسووها، بس عشان تصفوا اللي جوا تقدر تاخذوا التين ما في مشكلة، ولأنه حنحط تين جديد. لين أطلع التين، يلا تقريبا صفينا، مش شرط كل المية. التين بدي اطلعه، هاي طلعت شوية. اذا بتشوفوا جوا، فين جوا، هذا هو اللي صار جوا، هاي الجرينز نفسها. هلا انا حزيد هون الشوجر، حزيد هون 3 معالق شوجر، 3 معالق سكر. اوكي، وزي ما حكينا لكم مية مفلترة عشان الكلور، أهم شغلة ما تحطوا مية عادية، مية مفلترة. وبنعمل السكند ترايل، ممكن نزيد التين ممكن لا، زي ما بدكم، ممكن نحط فواكه تانية، كيوي، شغلات تانية. كل ما حطيت أنواع، البنانة كويسة كتير. اليوم مش هنحط بنانة المرة الجاي، هذه للأسبوع بعد 48 ساعة. يا جماعة اللي طلع رائع، طعمه مية تين، عصير تين رائع صراحة، ومفيد جدا جدا للمعة. طبعا هاي حخليها 48 ساعة كمان مرتين، المرة الجاية ححط عليها كتير بنانا. مش هعيد هذا، حورجيكم بعد 4 أيام حنرجع
نورجيكم كيف نسوي الكمية الكبيرة. مرحبا، رجعنا لكم اليوم. سوينا قبل 24 ساعة أو 48 ساعة نفس المفعول، بس حطينا عليه بنانا، غيرنا بين بنانا وتين موز. موز رح تلاقوا في شغلة هيك زي انتو شايفينها، زي بابلز، زي فقيع، زي اكنك عم تشرب بيبسي او اشي زي هيك. هذا الكربون الكربونيتد بسموها. الريحة مش كويسة كتير صراحة، الريحة صعبة هيك، بتشعرها انه اشي زي مخمر يعني. طبعا ما في كحول، بس عشان افهمكم انه هذه البكتيريا مش بكتيريا كحولية. بتضيف قد ما بدك على كاسة مي، طعمتها مي مكربنة يعني، مي وفيها كربون هيك، بتشعر فيها الصودا هاي. فيها طعمة الفاكهة اللي انت حطيتها طبعا. اذا بدك بدون فاكهة وتحط بعدين انت مثلا تانج او اشي ممكن، بس اهم اشي ما تحط لا مي سخنة لانك بتقتل البكتيريا، وتحاول تحط مي مفلترة دايما عشان البكتيريا هاي تكون كويسة. هذا الحكي اذا ما بتقدر تسويه كل يوم، هذا لازم تحط عليه سكر وتخليه اسبوع بالتلاجة عشان يوقف من نمو البكتيريا. كل ما انت اشتغلت، كل ما بدك تسوي جديد بتحطه برا لمدة 24 ل 48 ساعة حسب ما بدك. طبعا زي ما انتم شايفين لذيذ، جيد، مفيد جدا 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 للمناعة، وخاصة للبكتيريا اللي موجودة في الأمعاء اللي بتقوي فعلا جهاز المناعة. مرة تانية، ووتر كيفير، هذا هو ووتر كيفير جرينز. إن شاء الله نتمنى لكم الصحة والعافية. أجين، هذا ليس علاج لأي شيء، إنما هو لتقوية جهاز المناعة عشان ضلكوا أقوياء إن شاء الله، وضل مناعتكم قوية. بالسلامة يا رب، وسلام للجميع.